يعني جمع الطرح عملية بسيطة جدا، تمارين مثلا يقول لك انخفضت درجة الحرارة 6 درجات ثم انخفضت 3.5 درجات، اكتب عبارة جمع، يعني كانت يعني درجة الحرارة درجة معينة انخفضت 6 درجات، كويس، انخفضت 6 درجات ثم انخفضت 3.5، فإحنا بدنا نعبر عن انخفاض، كم صار الانخفاض، ما بدنا نحسب كم الدرجة، فهي انخفضت 6 درجات ثم انخفضت 3.5. أنا عليكم الجمع هسه بده يصير، أنا بس بترجمها. نقص وزن شخص 4.5، يعني ناقص 4.5 يعني نزل، ثم زاد يعني زائد 10.5، كم بصير الصافي تاعه؟ كسب تاجر، يعني كلمة كسب بنترجمها إنها موجب، ثم خسر، فكم بيطلع ناتجه؟ إذا لاحظ الكسب ترجمناه موجب، الخسارة ترجمناها سالب، نقص ترجمناها سالب، زاد ترجمناها موجب، انخفض ترجمناها سالب. إذا هذه التعبيرات ممكن نستخدمها لتمثيل عملية اللي هو الطرح والجمع. هذول التمارين أنا ما راح أحلهم، راح أترك لكم إياهم كواجب، تقدروا تودوهم للمس مباشرة على الموقع كنوع من النشاط، هي عبارة عن تدريبات تكرارية لما سبق. كمان هذه التمارين صار عندكم كم واجب، كم سؤال، صار عند 6 أسئلة تمرينات كواجب، بالإضافة إلى تكملة بعض التمارين المتروكة. شوف هاي مثلا في أحد أيام الشتاء بلغت درجة الحرارة العظمى 12.5 درجة مئوية، طبعا نتكلم هنا بالدرجة المئوية، وبلغت درجة الحرارة الصغرى سالب 2.5، ما مقدار الزيادة في درجة الحرارة العظمى عن الحرارة الصغرى؟ قديش الفرق بينهم يعني مقدار الزيادة، يعني قديش الفرق بينهم، يعني هي كانت 12.5 بعدين وصلت لسالب 2.5. هاي لو نسويها على خط الأعداد، يعني مثلا هيك اعتبرنا هذا الصفر، درجة الحرارة الصبح كانت 12.5، الفجر كانت سالب 2.5، فهو بده قديش الفرق بينهم، إذا بدك تطرح، إذا بيصير كان 12.5 زائد 2.5، إذا بيكون حسبها شفوي، نص زائد نص 1 زائد 12 هي 13، 2 15، إذا الفرق كان 15 درجة مئوية.